بسم الله الرحمن الرحيم. في نقطة كده حابب أوضحها لزمايلنا الأطباء فيما يخص الديابيتك فود الباثوفيسيولوجي، عشان يعني عشان نقعد نتكلم عليها كتير في المحاضرات بقى. هو حضرتك بكل بساطة عشان القدم بتاع مريض السكر توصل من نورمال فود مفيش فيها أي مشاكل إلى ديابيتك فود، بتمر بعدة مراحل ولها ميكانيزم معين. الميكانيزم بكل بساطة إن السبب الأساسي هو البرولونجد هايبر جلايسيميا، سكر عالي فترة طويلة، خاصة بقى لو معاه دهون وكوليسترول عالية، معاه ال دي ال عالي، معاه سموكينج، الكلام ده كله دي اسمها بري ديسبوزنج فاكتورز او ريسك فاكتورز. السكر العالي على طول البرولونجد هايبر جلايسيميا دي بتعمل ايه؟ مشكلتها انها بتعمل حاجة اسمها مايكرو انجيوباسي. يعني ايه مايكرو انجيوباسي؟ يعني ان بيحصل افكشن للمايكرو سيركيوليشن للكابيلاريز. الكابيلاريز بتاعت ايه؟ بتاعت البريفرال نيرف، بتاعت السكن، بتاعت المصل، بتاعت الفوت. مش القدم دي عبارة عن سكن؟ يحصل له افكشن عشان الكابيلاريز اللي بتغذي السكن اتأثرت. مش عبارة عن اعصاب؟ الاعصاب هتتأثر. الاعصاب دي فيها منها سنسوري وموتور واوتونوميك، التلاتة هيتأثروا. مش عبارة عن عضلات؟ العضلات بتاعة القدم هتتأثر. هتتأثر ليه؟ نتيجة حدوث المايكرو أنجيوباسي. المايكرو أنجيوباسي سببه ايه؟ سبب السكر العالي. السكر العالي بيعمل مايكرو أنجيوباسي ازاي؟ ميكانيزمات كتير. ابسط حاجة السكر العالي بيتحول الى حاجة اسمها جلايكيتد اند برودكت، بتترسب على الوول بتاع البلاد كابيلاريز، اثيروسكليروزيس، شوية ميكانيزم كده. يعني مش مهم ان انت يعني ببص عليها بقى براحتك في الباثولوجي. في الاخر ان الاندوسيليم لايننج بتاع البلاد كابيلاريز اللي بتغذي السكن والمصل والنيرف بتاع الفوت بيبقى ايه؟ الاندوسيليم بيحصل اندوسيليال سيكنينج، بيبقى ضيق ناروينج، فما فيش بلاد سبلاي رايح كويس. لما يبقى ما فيش بلاد سبلاي رايح كويس للسكن، حضرتك ايه اللي هيحصل في السكن؟ السكن هيبدأ يتأثر، هيبدأ يحصل لوسوف هير، النيل هتبدأ تتأثر، هيبدأ يحصل بريتل نيل. طب ما فيش مايكرو سيركيوليشن راحة كويسة للنيرف سبلاي اللي بيروح للسكن، فكل الأعصاب اللي بتغذي السكن هتتأثر. السنسوري نيرف هتتأثر. حضرتك مش هتبدأ يحصل شكشكة وتنميل في الأول، تينجلينج ونامبنس، مش هتبدأ مع الوقت تبدأ تزيد، مش هتبدأ تحس بالبينفول استيميولاي، الحاجة اللي كانت بتعمل لك ألم قبل كده ما تحسش بيها، فيبدأ بعد كده عرضة ان يجي لك ألسرز كتير أو انفكشن كتير تتحول إلى ألسرز. الموتور فايبرز بتاع القدم هتتأثر، فالعضلات بتاعة القدم هتتأثر، فهيحصل ان فوت دروب أو هيحصل فوت ديفورميتي. بعد كده السيمباثاتيك سبلاي هيتأثر. السيمباثاتيك بيعمل ايه في السكن بتاع الفوت؟ بيعمل فازو كونستريكشن، يحصل فازو دايليتيشن. فيبقى حضرتك السكن اتأثر بقى هوت عشان الفازو دايليتيشن اللي حصل نتيجة ان السيمباثاتيك سبلاي اتأثر، العضلات اتأثرت، بقى في شاركة فوت او ديفورميتي في الفوت، السنسوري اتأثر، السنسيشن اتأثر بتاع السكن، مش هتبدأ تحس بالبينفول استيميولاي، تخش بعد كده في انفكشن في اي ألسر صغير ما تحسش بيه يحصل فيه انفكشن، وهكذا دائرة مغلقة هتؤدي في الاخر الى حدوث انفكشن ألسرز دايابيتك فوت اللي انت عارفها، تخش في جنجرين والكلام ده كله. طيب لما المايكرو سيركيوليشن كمان بيقل، الكابيلاري سيكنينج ده بيحصل، ايه اللي بيحصل؟ مفيش دم رايح كويس، مفيش انتيباديز راحة كويس لو في انفكشن في الفوت، مفيش انتيبايوتيك هتخش كويس مكان الانفكشن، فالدنيا ملخبطه من كله. يبقى الاميونيتي هتتاثر نتيجه الاميونيتي في المنطقه دي، يعني المنطقه دي لو حصل فيها انفكشن او ألسرز الهيلينج بتاعه ميبقاش حلو قوي. ليه؟ لان الكابيلاريز ضاقت، فمفيش انتيبايوتيك هتوصل كويس، مفيش انتيباديز الجسم بيطلعها في الايميون سيستم هتوصل كويس، مفيش ليكوسايت هتوصل كويس. فالقصة كلها مرتبطة ببعضها. الأساس بتاعها إيه؟ بريفينشن من الأول، إنك تمنع أصلا إنك توصل لديابيتك فوت، يعني إن يبقى بروبر كنترول أوف ديابيتس، إنك تتحكم في السكر كويس وتظبط سكرك من الأول كويس. بعد كده خلاص أمر الله بقى، لو في ديابيتك فوت حصل مع ألسرز مع بتاع، هنتكلم بقى عن الستيجز في المحاضرات بالتفصيل.
مفيش الا الانسولين بقى والكونسلتيشن بتاع السيرجيكال كونسلتيشن والفاسكولار كونسلتيشن، لو في حاجه فوت دروب او شارك جوينت او حاجه بتوع العظم بناخد رايهم، والقصه بتمشي في هذا الوضع. فانا مش هتكلم بقى تاني عن الباثوفيسيولوجي، انا اخش في الستيجز على طول ونكمل شرح في المحاضره الجايه ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلاص هانت، قربنا نخلص الدايابيتس، 3-4 محاضرات، كوفيد والدايابيتس، دايابيتس ان رمضان، دايابيتك ريتينوباسي، دايابيتك نيفروباسي، انسولين ريزيستنس، بقوم 5 محاضرات تقريبا، هنخلص الدايابيتس في خلال شهر من دلوقتي ان شاء الله. يحيينا ويحييكم ربنا، ويدي يعني ربنا يعني يديكم الصحه ويدينا احنا كمان الصحه. وبعد كده بقى نخش في البرانشات الثانيه، نكمل الهايبرتنشن اللي انتوا عايزينه بقى ان شاء الله. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.